تقوم شركات الأدوية بصناعة الأدوية بتراكيب متعددة حتى يتسنى لكل مريض أخذ جرعته المناسبة، ولكن في بعض الأحيان بلجأ الطبيب ليطلب من مريضه أنه يقسم الحبة لقسمين حتى يقلل الكلفة المادية عليه أو ليوصل للجرعة المناسبة له. هلأ في هاي الحالة لازم ننتبه أنه مش كل الأدوية نستطيع تقسيمها، لكن في بعض الحبوب ما بنقدر نقسمها لنصين. في حال أنه قسمناها لنصين رح نعرض الجسم لجرعة كتير كبيرة، وفي مرات يمكن يبطل مفعولها أو مرات يهيج منطقة معينة من الجسم. إيش هي الحبوب اللي ما بنقدر نقسمها لنصين؟ أول شيء حبوب الجل. حبوب الجل إذا تعرضنا أن نقسمها لنصين فراح تنسكب المادة اللي فيها لبرا وراح تبطل مفعولها وما نستفيد منها. ثاني شيء الحبوب اللي في عندها عليها طبقة حامية اللي بتنتهي اسمها بالإي أن أو الإي سي، هاي الطبقة الحامية اللي محطوطة عليها حتى تعمل على إبطاء مفعولها وجعلها مفعولها على مدة طويلة، أو مرات عشان تمتص في أماكن مختلفة. يعني مثلا نأخذ حبة ما بدنا إياها تمتص في المعدة نحط لها طبقة حامية عشان تمتص في الأمعاء. فإحنا لما بدنا نقسم الحبة لنصين إحنا رح نكسر المادة ونطلع المادة الفعالة، وهيك إما بنعرض مشكلة في فعاليتها أو بامتصاصها بالموقع الخطأ أو يمكن أنها تهيج لنا المعدة. ثالث إشي الحبوب طويلة المفعول اللي بيكون مكتوب عليها ACR, MR أو XL. هاي الحبوب صممت خصيصا حتى تعطينا الفعالية لمدة طويلة من الزمن، فأنا لما أقسم الحبة نصين بعمالي بضطر إني تتعرض جسمنا لكمية كبيرة من المادة الفعالة بفترة من الزمن ويحدث لنا سمية، وبفترة تانية من الزمن راح يكون جسم خالي من تركيز هذه المادة. رابعا الحبوب المغلفة بالسكر. حبوب المغلفة بالسكر لما نقسمها بالنصين بصير تكسير للمادة الفعالة وبتعطينا طعم سيء وبصير عندنا صعوبة في البلع، ويمكن تيجي على جلد المريض أو على جلد مقدم الرعاية ويصير لنا تهيج. خامسا السايتوتوكسيك ايجنت، هاي لما مقدم الرعاية أو الممرض يقسمها لنصين يمكن إنه يستنشقها ويتأثر عليه، وبالنهاية بنتمنى من كل شخص بصرف دواء يسأل الصيدلاني إذا في إمكانية إن أنا أقسم الدواء أو لا يجوز أقسم الدواء.